السيدات والسادة الحضور الكرام، تحية لكم جميعا. وتعتبر جرائم الاتجار بالأشخاص شكلا حديثا من أشكال العبودية المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. استغلال الأطفال في الجريمة وفي الجريمة المهنة. احنا قلنا كلام محاولة الاتجار والرفع والأطفال. التقرير الوطني اللي عنده أهمية كبرى سواء على مسار الجريمة. التقرير هذا اللي جاء في فترة صعيبة برشا عرفتها تونس، اللي هي فترة جائحة الكورونا. التقرير هذا اللي كان جائحة الكورونا عندها تداعيات كبيرة برشا، سواء على سمة الضحايا، سواء على سمة المتاجرين، سواء زاد حتى على عمل الهيئة. عام اللي نحن نعتبروه عام يلزمنا نقفوا على الإحصائيات اللي وردت فيه، على خاطر في العام هذا تبين وأنه عندنا أكثر من ثلثين بتاع ضحايا التجار بالأشخاص هو منساء، أما عندنا أكثر من 52% وعمرنا ما وصلنا لها قبل هم من الأطفال. ما زاد إذا كان باش نقعدوا على مستوى الأطفال، عندنا 186.6% هو درجة التنامي نتاع الاستغلال الجنسي للأطفال إذا كان قارنوه ب 2019. بالنسبة لجرائم محاولة بيع الرضع، عرفت زاد طلوع بدرجة 62.5%، وهذوما الكل يعتبروا مؤشرات اللي يلزم برشا خدمة عليهم، مؤشرات اللي يلزمنا زاد نلوجوا علاش هل التنامي نتاع الجريمة. اليوم كنا فرحانين للسيدة وزيرة العدل قالت وانه باش تعمل اخيرا يعني لجنة، وهذا اللي كنا طالبنا به من قبل، لجنة اللي تتكون من كل المتداخلين باش نجموا ندرسوا مخرجات التقرير هذا ونشوفوا علاش التنامي بتاع الجريمة هذه. من ناحية اخرى احنا سجلنا وانه اغرب الجرائم افكتيفمون واكثرها انتشار في تونس في 2020 هي الجرائم السيبرنية والبروتوكولات التابعة لها. وبعد ان تولت وزارة العدل أولا في تعزيز القدرات وتوفير التكوين المتخصص للسادة القضاة تشكله من خطر يهدد الأمن القومي والدولي. مخرجات التقرير السنوي للهيئة إدراكا للغايات النبيلة المنشودة من والأسرة والطفولة وكبار السن نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19 المعطيات الأساسية لها علاقة مباشرة من دول ومنظمات دولية على دعمهم. أصدرت اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقريرها السنوي لسنة 2020 فيما يتعلق بمنع جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها. هذا التقرير الذي تعلق بسنة كوفيد 19 والتي بينت وجود جرائم جديدة وجرائم مستحدثة، أهمها شهدنا في سنة 2020 زيادة في بيع الأطفال من قبل العائلات فيما يتعلق بالرضع أو أيضا حتى عائلات متماسكة. هذه النسبة تقريبا زادت وارتفعت بنسبة 65% في تونس، بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتفعت وهي الاستغلال الجنسي للأطفال وخاصة عبر الإنترنت، وهذه الجرائم التي أصبحت اليوم يعني كبيرة وكبيرة جدا في تونس ونسبة ارتفعت بالمقارنة بسنة 2019. إجمالا في سنة 2019 شهدنا 1313 حالة، وفي سنة 2020 عرفت تونس 907 حالة. هناك تقلص في عدد الجرائم، ولكن نحن نقول ضرورة اليقظة. نحن ندرك أن الحدود مغلقة وأن العالم يعني شهد حجر صحي شامل، لذلك يمكن تقلص هذا العدد، ولكن نحن نقول داخل الهيئة ضرورة العمل خاصة لمكافحة الجرائم السيبرنية، جرائم عبر الانترنت والشبكات التي تنشط في هذا المجال ما بين الدول، لأن جرائم الاتجار بالأشخاص هي جرائم عابرة للدول وعابرة للقارات، بضرورة مكافحتها في استقطاب أيضا المهاجرين والمهاجرات واستغلالهم سواء في تونس أو أيضا حتى في الدول القريبة من تونس. وهذا في الحقيقة ما يجب أن نعمل عليه داخل الهيئة وأيضا كتونس وبالتعاون مع دول الجوار والدول الإقليمية المعاصر والعبودية بما يستدعي ترافر الجهود الوطنية في العمل لحماية العديد من بناتنا في الخارج. Pour la confiance qu'ils nous ont accordée en associant le Conseil de l'Europe regroupe aujourd'hui 47 pays membres.